يسعد صباحكم مشاهدينا، وتحية لكل أم سورية. اليوم رح نكون مع نموذج من السيدات والأمهات السوريات يلي الظروف ما قدرت توقف لوشهم. بالبداية اتعرف عليكي، وإمتى بلشتي بهي المهنة؟ الحلاق الرجالي بس عنا بالبلد، بعدها يعني البنت ما اشتغلتها. بس هلأ إذا بتسألي بتشوفي بأوروبا من كل عمرة، يعني ما في صالون نسواني ورجالي، في صالون واحد بيفوت عليه الزلمة وبتفوت عليه المرأة. وبالنسبة للمهنة فهي مهنة مثل كل المهن اللي فاتت عليها النساء، يعني ومانا من أصعبها ولا حتى من تكون محرجة بالنسبة للسيدة. فأنا حبيتها، يعني أنا اشتغلت قبل بالحلاقة النسواني وما كتير يعني حسيت إنه لا، إلي مرق بالرجالي أكثر. يعني مو من زمان تعلمت، من حوالي أقل من سنة سجلت مركز تدريب وتأهيل مهني للسيدات. في طبعاً كتير مهن بتشتغلها المرأة، مثل كان في معنا سيدات بتعلموا صيانة الكهربائيات. تعلمت أنا ومجموعة بنات، أنا الوحيدة حالياً اللي نزلت أشتغل فيها. ظريفة كتير. ولا أو أم حيدرة، مزبوط؟ طيب نحن اليوم عم نحكي عن نموذج من السيدات السوريات وبالأخص الأمهات اللي الظروف ما قدرت توقف بوشهم وقدروا أنهن يدخلوا مجالات عديدة ويشتغلوا بيثبتوا نفسهم ويكونوا معيلين لنفسهم ولأسرتهم. قدي بيفرق معك هذا الشيء وقدي اختلفت حياتك بالعمل؟ يعني أنت أم عاملة، قدي صار لك بتشتغلي؟ انا الي حوالي 6-7 سنين تقريبا عم بشتغل. انا اول شيء فتت بالفوتوغراف وبالفيديو وفوتوشوب، من حوالي شي سنه وشوي طلعت براسي كمان اني اشتغل حلاق رجالي، لانه هذا الوقت بده مهنتين، يعني مهنه واحده ما بتكفي، او لنقول شغل واحد ما بيكفي تماما. اي تماما، وحاليا انا بالاثنين عم بشتغل. يعني طيب رح نكمل دردشه وانت عم تشتغلي، هيك خلينا نبلش معاكي ونشوفك وانت عم تشتغلي. طيب ولاء او ام حيدرة صار لك تقريبا سنتين بمجال الحلاقه الرجالي، وقبلها اشتغلتي باشغال متعدده. اليوم قد ايه بتشوفي يمكن صار ببيوتنا بشكل عام الامهات هن قادرين يكونوا معيل، وخصوصا بهي الفتره نحن عم نعيش فيها بفتره الحرب، كثير بيوت طبعاً كتير خسرت معيله وصارت الام هي الاب والام بنفس الوقت. طبعا كثير، يعني كثير مهم انه السيده ما يعني تشتغل ما تقعد. يعني كثير سيدات فقدوا ازواجهم بهي الحرب، ف يعني ما ضل معين للاسره غير هي بس. ف طبعا دور المراه لا يقل عن دور الرجل بهذا المجتمع وبهذا الوقت اللي نحن عم نعيشه، الظروف كثير صعبه. اليوم ولا عم نحكي عن هي التجربه لحتى يمكن نوجه من خلالك رساله لكل الامهات اللي بعمر صغير اضطروا انه هن يكونوا اب وام بقلب البيت. شو بدك تقولي اليوم لكل ام هي عامله ولكل ام تعرضت لظرف معين خلاها انه هي تشتغل، شو ما كان الشغل؟ هلا بقول لها اول شيء انه ما تستسلمي اذا مريتي بظرف صعب وعزتي انك تشتغلي. الشغل اول شيء مو عيب، فيك تجربي مرة واثنين وثلاثة، يعني تجربي كذا شغلة لتلاقي حالك انت وين حسيتي حالك انت حابة ومرتاحة وعم تنتجي. يعني كمان تفكري بشيء انه يناسبك، يعني ماديا وانت تكوني حابتيها، يعني عرفتي شو هيك. فانا بشجعهم كثير، بشجع اي بنت ما تقعد اذا بحاجة ولا ما بحاجة. الشغل كثير حلو، يعني الشغل بخليها للانثى تحس حالها ان هي موجوده مو معتازه حدا. يعني ما في احلى من شعور انه انا بدي غرض يلا بقيم من جيبتي بروح بجيب. احلى شعور انه المراه ما تعتاز لحدا، ابوها اخوها زوجها اي احد. اكيد. اليوم ام حيدرة شو بدك تقولي لكل ام عم بتتابعك وعم بتشوفك على الشاشه بعيد الام؟ اكيد تحيه منك لوالد حضرتك، وبدنا نقول لك كمان بمناسبه عيد الام كل سنه وانت سالمه. وانت سالمه حبيبتي. بدي أعيد أول شيء كل أمهات سوريا اللي أنجبوا أقوى الرجال، اللي هنن أمهات الشهداء وأمهات الجرحى، وبدي أعيد أمي أكيد.
تحيتنا اليوم كانت من أم حيدرة لكل أم سورية قدرت رغم كل الظروف أنها تتحدى وتثبت أن الأم السورية هي الأم اللي بالبيت وبالشغل وبكل مكان. لكل أمهات سوريا ولأمهات شهدائنا بالجيش العربي السوري كل عام وأنتم بخير. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودة.